حصدت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية وسام التميز في الملتقى الدولي لخبراء الموارد البشرية والذي أقيم تحت شعار مستقبل إدارة الموارد البشرية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الرائد ساجدة عبدالله البلوشي، رئيس فرع الإحصاء والدراسات في إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية. أهلا بك في نشرة الثالثة، ونبارك لكم بالطبع هذا الإنجاز. ماذا يمثل لكم الحصول على هذه الجائزة؟ في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، وبالعودة إلى سؤالكم، فالحصول على وسام التميز لخبراء الموارد البشرية لعام 2023 إنجاز دولي، وهي بالتأكيد ترجمة حقيقية وعملية لرؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وتقدير للجهود المبذولة والعطاء المتميز في مجال أفضل الممارسات والسياسات المطبقة في الموارد البشرية، وهاي بفضل دعم وتعليمات معالي فريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وتوجيهات سيدي وكيل مساعد الموارد البشرية العميد عادل عبد الله أمين، واهتمامه الدائم بتطوير العنصر البشري وتحقيق الكفاءة الإدارية برفع الأداء في المجال الأمني والإداري. ولا شك أن المشاركة في الجوائز والفوز بها فرصة لتمثيل وزارة الداخلية على مستوى المحلي والدولي، وتقييم جهودها وقياس قدرتها على التنافس في تطبيق أفضل المعايير وتعزيز الابتكار والاستباقية في تقديم الخدمات وتنفيذ المبادرات والمشاريع في مختلف المجالات. نعم، كيف ستسهم هذه الجائزة في تحقيق أهداف وزارة الداخلية المستقبلية؟ فتحقيق هذه الجائزة دليل واضح على تفوق الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها وقدرتها على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي دليل أيضا على سعي الوزارة بتقديم خدمات بقيمة مضافة، وهذا الإنجاز يعطينا دافع الاستمرار من أجل تحقيق أهداف وزارة الداخلية المستقبلية من خلال المشاركة في مزيد من المحافل الدولية وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من أفضل الممارسات ودراسة مدى إمكانية تطبيق هاي الممارسات في المشاريع المستقبلية، مما يساهم في تحسين أداء المؤسسي ويحقق بالفعل الأهداف المرجوة. نعم، الرائد ساجد عبد الله البلوشي، رئيس فرع الإحصاء والدراسات في إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.